قال سعيده تشتيتو جدك الطوموبيل ما فهمناش غفلنا تشتيتو كنسمع ضرب واحد الشجره ضربه شتيتو حتى كنشوف انا داخل فيا صافي ما فهمت والو انا شفت المتبعين ديك الحاله اللي جا ديك السرعه كنظن انه يكون شي واحد يا اما سكراني اما هرب من شي واحد دخل فيا وهرب حتى دازت شي ثلاثه سوايع عاد جا توقف سياره عادي جا عندي السلام عليكم قلت له عليكم السلام قال لي انا اللي ضربته ملي جا ديك خانه البارح هرس لي الحلم ديالي السلام عليكم اسمي فاطمه الزوره كنسكن في طنجة بالية في عمري 19 كنقرا في 5 كنقرا في ثانويه ابن الزور البارح وواحد الطوموبيل جات بواحد السرعه مفرطه طلعت فوق مارتشابيل وضربتني انا كنت جالسه فوق كرسي متحرك ديالي صافي ضربتني هيدا من لوري هرست لي كرسي متحرك ديالي مره ما فيه ما يتجمع هذاك كرسي متحرك كانوا يلاه الناس شراوه لي محسنين جمعوا وشراوه لي حيت ديجا كان عندي واحد قديم هذاك تخسر وبقات دوزت واحد مده كندوز زعيب كرسي عادي ديك اللي كيتجر المهم داو الناس مساكين كيطلعوني في المدرسه به وديك الشيء صافي ملي شراو لي هذا انا فرحت حيت هذاك اللي كندوز به الحياه اليوميه ديالي والمدرسه كنت قال سعيده تشتيتو جد ديك الطوموبيل ما فهمناش غفلنا تشتيتو كنسمع ضرب واحد الحجره واحد الشجره ضربه شتيتو حتى كنشوف انا داخل فيا صافي ما فهمت والو انا شفت المتبعيني بالنسبه للاخت ديالي حتى هي تقاصت من رجلها مع ديك الدفع اللي دفعني انا تزير على رجل اختي وما عندهاش كيفاش تجادي وجات لابيلونس هزت اختي مشاو عدلوا لها الراديو على رجلها يعني رجلها ما كتقدرش تمشى عليه كتعرج وانا عاوتاني كذلك ملي كنت صغيره كنت كنحلم انه يكون عندي كرسي متحرك حيت هو يعني هو الشيء اللي غادي يقدر انه يخليني نمارس الحياه اليوميه ديالي حيت بلا به ما غندير والو غنبقى بين جدران الحيط وصافي ملي جا ديك خانه البارح هرس لي الحلم ديالي ديك ساعتين ضربني وهرب من بعد حتى دازت شي ساعتين ولا ثلاثه سوايع عاد جا ما عرفناش ديك الراجل واش هو ولا ماشي هو واحد ديك الحاله اللي جا ديك السرعه كنظن انه يكون شي واحد يا اما سكراني اما هرب من شي واحد ولا ما نعرف حيت ديك السرعه ماشي ديال الشخص انه بعقله وهادي المهم صافي يعني دخل فيا وهرب حتى دازت شي ثلاثه سوايع عاد جا كنطلب الحق ديالي انه يعدل لي الموتور يعدل لي كرسي متحرك ديالي حيت هو اللي كنمارس به الحياه اليوميه ديالي والمدرسه قربت حيت هو اللي غنقرا به وما يمكنش انا بسبب هذاك الشخص ولا بسبب هذيك الحادثه نجلس انا بين جدران الام ديالي متوفيه وعندي خوتي باقي صغارين وانا اللي كنتكلف بهم مثلا الا بغاو يخرجوا الا بغاو يفوجوا ولا شي حاجه ضروري انا اللي خصنا انا واختي اللي خصنا نخرجوهم وهادي والا ما كانش داك كرسي متحرك وهادي يعني هما بيدهم غيكونوا محبوسين في الدار حنا ملي جا هذيك السيد حنا بيدنا تفاجئنا توقف سياره عادي جا عندي السلام عليكم قلت له عليكم السلام قال لي انا اللي ضربته هاد البروده قال لي انا اللي ضربته في كنتي قال لك انا خفت عندك يضربوني وهربت قلت له علاش ما خليتيش الطوموبيل في هذه الحاله خصك تخلي الطوموبيل وتهرب وحدك باش كتخلي المعالم ديال الحادثه للبوليس دابا حنا شكون اللي عرف واش انت كنتي سايق واش نيت هاد السياره ما عارفينك شي البوليس خصو يعمل هاد الخدمه ديال البوليس خصو يعملها وما ضيعش الحق هاد الطفله هادي اللي هي راه عملت واحد العناء كبير في من ناحيه ديال متابعه الدراسه ديالها بالكروسه اللي كانت كلاسيكيه صعبه وكانت الام ديالها رحمها الله كانت كتعذب باش كتطلع في واحد المدرسه كانت كتقرا فيها ابتدائيه في الرصد العقبه وكتعذب هيداك باش ما خصهاش تكسر لها الطموح ديالها حيت كتشوفها عند ما خصهاش تكسر لها الحلم ديالها حيت خصها تقرا وهيداك رغم ذلك راه عانت معها سنين ديك الكروسه الكلاسيكيه اللي صعبه في الطلوع ديالها والهبوط ديالها راها مكلفه بخوتها والوالد ديالها بيدو مريض وهي اللي كتقوم بخوتها حيت هي كبيره خوتها كاملين باقي صغارين والام ديالها متوفيه دابا اللي كنطالبوا اذا كاين محسنين او الناس اللي يعني باغيه تتضامن مع فاطمه الزهراء يتدخلوا
في اقرب وقت وعلى السلطات تاخذ يعني القانون ياخذ المجرى ديالو واللي خصو يتعاقب يتعاقب وحتى الحق ديال فاطمه زهرة ما يضيعش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.